ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة رز حلوة قوي، انا بعشقها وفي اطفال كتير جدا بتحبها ومفيدة قوي قوي. بس قبل ما نبدأ بقى في الوصفة، حبيت ان انا اركز كده وادلع مزاجي بكوباية قهوة. وقبل طبعا ما ابتدي اعمل قهوة واشغل السبرتاية والكلام ده كله، كان لازم اولع بخور. فاللي ما يعرفنيش يا جماعة، أنا من عشاق البخور وعندي شنطة بخور قد كده، جايباها من الحسين. البخور اللي هو العيدان، والبخور اللي هو بيبقى خلطة الراجل بيعملها لك، والبخور اللي هو بالجرام، كل حاجة، كل أنواع البخور تلاقيها عندي لأني بعشقه جدا. بحب بقى أعمل ميكس بين البخور اللي هو فحم وبخور اللي هو السايب ده، وبين إن أنا أحط عود بخور. وساعات برضو بحب اعمل ميكس بين عودين بخور من نوعين مختلفين. انا عامة بحب البخور بشكل عام، فهتلاقوني بحب ان انا افتكس واخترع فيه حاجات. ف ايه رأيكم كده لو تبدأوا يومكم بكوباية قهوة في كنكة فخار وعلى السبرتاية كده وتدلعوا نفسكم؟ القهوة يا جماعة زي ما هي في السبرتاية وفي كنكة فخار تحفة جدا. بتختلف مثلا عن نوع الكنكة لو هي تيفال او كده. طيب تعالوا بقى نبدأ مع بعض في الوصفة. انا هنا معايا بصلاية كبيرة قطعتها مكعبات صغيرة وحطيت عليها شوية زيت، وهبتدي ان انا ادبل بس البصلايه، اخليها تدبل، مش هخليها تحمر قوي ولا تتحرق ولا تاخد لون جامد ولا اي حاجه. تمام. الرز ده حلو قوي يا جماعه للاطفال، يعني اللي عايز ينيم الاطفال بدري ولا حاجه يعمل لهم رز فيه بصل، ويا سلام بقى لو بالخضار فهيبقى مفيد جدا. انا هنا حطيت معلقه كاري عشان بس يدي لون للرز وريحه وطعم حلو قوي. تمام. ممكن برضو لو حابين كركم مفيش مشاكل، بس انا بحب الكاري جدا فحطيت كاري، محطيتش معايا كركم. بعد ما البصل دخل على لون كده ودبل، حطيت عليه الكاري، ما حطيتوش في الاول. طيب انا كنت غسله ونقعة كوبايه رز كبيره اللي هي المج الكبير ده. تمام. كنت غسلاه ونقعاه ومصفياه. تمام. هبتدي بقى ان انا اخليه على جنب في المايه بتاعته لحد ما اسوي البسله والجزر. طيب البسله والجزر ديت انا مفرزناها في الفريزر اللي هي فروزن وكده، فيا دوبك طلعتها من الكيس وهنزلها على البصل. بصوا مش هسلقها ولا اي حاجه خالص. تمام. هي نيه، هنزلها زي ما هي كده ومش هحط ميه، مش هحط اي حاجه، هسيبها على نار متوسطه، مش عاليه ومش مش قليله، بس كده كده هي مش هتلزق حتى لو نار عاليه، لان هنا الحل عندي سيراميك، فمش مش هتلزق الحاجه. خلاص اتاكدت ان البسله اتسلقت كويس، استوت كويس، وهي والجزر بمسك البسله كده بايدي واضغط عليها، بلاقيها اتقطمت، خلاص هي كده استوت معايا نص سوا. حطيت عليها المج الرز اللي انا كنت سايباه في ميه ونقعاه. تمام. هخلي هقعد اقلب شويه في الرز لحد ما ينشف خالص، احس ان هو بقى الرزايه تبقى ناشفه كده وبتعمل صوت في الحله. تمام. والنار متوسطه برده، مش منخفضه ومش عاليه. تمام. هحط بقى، ابتدي ابهر الرز كمان. هحط شويه ملح. تمام. حوالي معلقتين مثلا ملح، وهحط حبه فلفل اسود. تمام. وبس كده. لو عايزين تدولها طعم، انا ما بحبش اسوي الرز بشوربه خالص، فلو انتوا حابين تدولها طعم او اي حاجه ممكن تحطوا مرقه خضروات او حاجه تدي نكهه. بس كل ده انا لسه ما حطيتش الميه. المايه اللي هحطها هتكون مغليه، وهحط حوالي كوبايه كبيره اللي هو مج قد الكميه بتاعه الرز اللي معايا. وما تنسوش ان انا مش هزود ميه لان الرز منقوع، يعني مش هيحتاج سوى كتير.
وشوية المية اللي انا هحطهم دول هم اللي هيكمل فيهم السوا بتاع البسل، عشان احنا ما سويناهاش 100% علشان ما تتهريش لما اجي احط المية بتاعة الرز. فهسيبهم بقى هما الاتنين يكملوا مع بعض السوا، بس زي ما انتوا شايفين كده انا كل ده لسه محطتش مية، سايب الرز كده ينشف، علشان الخطوة دي مهمة جدا للي عايز الرز يطلع مفلفل معاه ومش معجن. مش بس كمية المية او مقدار المية اللي احنا بنحطه هو اللي بيبقى مهم، لا كمان حركة ان انت تسوي الرز كده وتنشفيه قبل ما تحطي المية، حتى لو انت مصفية المية بتاعته كلها بيبقى لسه الرزاية بتبقى طرية، فلما بتحطي عليها مية على طول ما بتطلعش مفلفلة قوي زي مثلا ايه ما بنبقى عايزين. بس انا سويت الرز بما فيه الكفاية على الناشف كده، خليته نشف وبعدين ابتديت حطيت المية تمام على نار بقى هادية خالص. هبتدي ان انا اسيب الرز يتشرب او المية تروح منه ويبتدي يستوي على مهله، هغطي عليه هيطلع تحفة، الخضار مستوي، البسلة والجزر مستويين جدا جدا جدا، والرز كذلك. وهتشوفوا دلوقتي معايا هيطلع شكله عامل ازاي. انا بحب في نص كده، في نص ما انا بسيب الرز يتشرب بحب ان انا افتح عليه واديله تقليبة بس كده، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق وارجع اغطي عليه تاني. فتعالوا هوريكم في نص السوا عامل ازاي بعد ما المية اتشربت فيه، وهوريكم طبعا بعد ما اخلص خالص الرز هيطلع شكله عامل ازاي. طبعا انتوا عارفين يا جماعة ريحة الكاري في الرز بتبقى عاملة ازاي، او ريحة الكاري عموما. فالرز كان شكله ريحته تجنن. بصوا بقى مفلفل ازاي، مش ملزق مش معجن، الرزاية بتقع اهي بصوا بسهولة. هغطي عليه لحد ما يستوي تماما، مش هياخد اكتر من ربع ساعة يا جماعة على النار، لان كل حاجة تعتبر مستوية والرز منقوع وكل حاجة. بصوا بقى انا هنا خلصت، بصوا الرز بيتفرفط من بعضه ازاي، ريحته خرافية ومفيد قوي بقى للأطفال أو للكبار أو أيا كان. ولو عايزينه مفيد أكتر من كده كمان، حطوا نص كوباية رز وزودوا في البسلة والجزر أو كده، يعني زودوا مقدار الخضار يبقى ضعف النشويات أو الرز. أنا حطيته بقى هنا في البريوش علشان خاطر أقلبه ويطلع شكله عسول. يلا هوبا على رأي روبي هنقلب بقى، بس المشكلة ان البريوش اول ما بتحط فيه حاجة بيسخن على طول فكان بيلسع. انا ما دهنش البريوش اي حاجة يا جماعة، ما دهنتوش ولا اي حاجة، اهو نازل كله بنفس الشكل بنفس الرسمة، وشكله عسول قوي وكيوت قوي قوي وجميل جدا. جربوه وقولوا لي رأيكم، وممكن كمان ان انتوا تحطوا فراخ في بني اللي هي الصدور يعني، بس مش بني مقلي، الصدور الفراخ بتقطعوها وبتغسلوها كويس وبتقطعوها وبتسووها على النار لوحدها، وبعدين بتبتدوا تحطوها على الرز، يعني ما بتحطوهاش على الرز نية، بتتسوى الصدور لوحدها، وبعدين بيبقى عبارة عن رز بالخضار بالفراخ، يعني تعتبر وجبة. فجربوها وقولوا لي رأيكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.